سطر سيف عيسى لاعب المنتخب الوطني الأول للتايكوندو اسمه بحروف من ذهب عقب تتويجه ببرونزية أولمبياد طوكيو والتي أقيمت خلال الفترة من 23 من يوليو وحتى 8 من أغسطس الجاري. واستطاع عيسى حصد البرونزية بعد فوزه على النرويجي أندري أردمان بنتيجة 12-4 في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية. سيف عيسى من مواليد 15 من يونيو عام 1998، وبدأ ممارسة التايكوندو في نادي الصيد وهو في 6 من عمره. ومنذ بدايته ظهرت موهبته في رياضة التايكوندو، حيث اتسم لاعبه بالمهارة والسرعة فسيطر على بطولات الجمهورية لوزنه، وأصبح خلال فترة قصيرة من نجوم المنتخب الوطني. وحصد سيف خلال رحلته العديد من الألقاب والبطولات، أبرزها برونزية أولمبياد الشباب وذهبية دورة الألعاب الإفريقية عام 2014، واستمر منذ ذلك الحين في حصد الميداليات الإفريقية والعربية والدولية، حيث توج في 2015 بفضية دورة الألعاب الإفريقية والعديد من الميداليات بالبطولات المفتوحة. وفي عام 2016 حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى عام 2016. وفي نفس العام كان أحد أهم مرشحي التايكوندو لخوض أولمبياد ريو دي جانيرو، فشارك في التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد، ولكنه لم يستطع حجز البطاقة الأولمبية حيث حصد الميدالية البرونزية ويتأهل فقط أول لاعبين. بالإضافة إلى ذلك، فقد احتل سيف عيسى قمة التصنيف العالمي للتايكوندو 3 مرات خلال عام 2017 في وزن تحت 74 كيلوغرام في مارس ومايو ويونيو، كما توج بذهبية كأس الرئيس للقارة الإفريقية وبرونزية بطولة الجائزة الكبرى وبرونزية دورة الألعاب العسكرية العالمية وفضية دورة الألعاب الإفريقية 2019، بجانب ذهبية بطولة أستراليا المفتوحة وذهبية بطولة لوكسمبورغ. ونجح سيف عيسى في الظفر بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى عام 2019 وبرونزية بطولة كأس الرئيس لنفس العام. وتأهل اللاعب المصري للمشاركة في أولمبياد طوكيو بعد أن حقق المركز الأول والميدالية الذهبية في التصفيات الإفريقية المؤهلة للدورة الأولمبية والتي أقيمت فبراير من عام 2020 بالمغرب.